فاز المتسابق البحريني محمد سمير مجاهد بالمركز الثالث في فئة التلاوة بمبلغ 1,000,000 ريال سعودي في مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية التي تعرض ببرنامج عطر الكلام على القناة السعودية. وأشار القارئ محمد مجاهد إلى أن هذه المسابقة تعد أقوى المسابقات من حيث المنافسة ومستوى المشاركين، وشهدت محطات مشاركة القارئ مجاهد في المسابقة مراحل تنافسية حاسمة حبست الأنفاس في عدد من مراحل المسابقة، إلا أن تطبيقه المتقن لأحكام التجويد وبقية معايير المسابقة أدت إلى وصوله إلى نهائيات المسابقة والفوز بالمركز الثالث. وتمثل مسابقة عطر الكلام إحدى أهم المسابقات التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية في شهر رمضان، بما تقدمه من محتوى يناسب روحانية شهر رمضان الكريم. ستفتح لي آفاقا ما كنت أحلم بها أبدا. كل من يتابعنا كان يرغب أيضا أن يكون جزء من هذه المسابقة.